منذ بداية الحرب على أوكرانيا لم تتوقف الولايات المتحدة عن الإنفاق بسخاء على تسليح أوكرانيا. حزمة مساعدات بالجملة صدق عليها الكونغرس الأمريكي قبل أن تبدأ الشركات المصنعة للأسلحة بإرسالها إلى كييف. لكن تصميم الشركات الأمريكية على زيادة حصتها من مبيعات الأسلحة لأوكرانيا دفع بعضها إلى نقل أسلحتها بشكل مباشر دون انتظار التصاريح الإدارية اللازمة من البنتاغون. من بين هذه الشركات شركة سايبرلاكس، وهي شركة مصنعة للمسيرات. ونقلا عن صحيفة وول ستريت جورنال، فإن العديد من الشركات الأمريكية المصنعة للأسلحة كانت قد أبدت رغبة في تزويد أوكرانيا بالأسلحة، لكن شروط البنتاغون حالت دون ذلك. فوزارة الدفاع الأمريكية تفرض مرور جميع الإمدادات عبر قنواتها، كما أنها تشترط إرسال المساعدات وفق حاجيات أوكرانيا وليس بشكل اعتباطي. لكن شركة سايبرلاكس المتمركزة في ولاية كارولينا الشمالية اخترقت الروتين العسكري لوزارة الدفاع الأمريكية ونقلت مسيراتها الاستطلاعية مباشرة إلى الأوكرانية. كيف قامت هذه الشركات ببيع أسلحتها إلى أوكرانيا؟ بداية يقوم بعض الوسطاء بربط الاتصال بين الشركة وكبار المسؤولين في كييف، وغالبا ما يكون الوسطاء عبارة عن خبراء أسلحة. بعدها يقوم مسؤولو الشركات الأمريكية بالتوجه إلى كييف ومقابلة المسؤولين العسكريين وعرض السلاح الذي تريد بيعه. وفي حال ما لاقى السلاح إعجاب المسؤولين الأوكران، فإن الشركات الأمريكية تقوم بالتحايل على البنتاغون من خلال شحن أسلحتها عبر شركات النقل وإرسالها مباشرة إلى أوكرانيا. وبهذه الطريقة شحنت شركة سايبرلاكس مثلاً أسلحتها إلى كييف. لكن وزارة الدفاع الأمريكية علمت بالموضوع وقامت بعدها بتوبيخ الشركة من خلال تصنيفها كشركة مضللة، وهو ما أدى إلى تراجع قيمة أسهمها بشكل كبير. الغريب في الأمر أن حزمة المساعدات الأخيرة التي صادق عليها الكونغرس شملت طائرات الشركة نفسها رغم التحايل الذي قامت به. ويبدو بأن الأمر متعلق بطلب كييف فضلاً عن الإقبال الكبير على الطائرات بدون طيار، خصوصاً خلال هذه الحرب.